شرفني على الهاتف الآن واحد من كبار النادي الإسماعيلي على مر التاريخ، واحد من الأسماء الكبيرة، واحد من الأسماء المحترمة دائما عندما يذكر اسمه يذكر بكل احترام، الكابتن الكبير كابتن صبري المنياوي عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي. كابتن صبري منور الدنيا. أشكرك يا كابتن كريم على المقدمة الجميلة، والله ربنا يخليك، شكرا جدا. أقل من حقك يا فندم، وسعيد جدا حبيبي ربنا أنت موجود معايا. طمني يا كابتن صبري بداية قبل ما نخش في تفاصيل كثيرة عن حال الإسماعيلي الموسم القادم. خلاص المواسم اللي فاتت انتهت بكل ما عليها، الموسم اللي جاي لعل وعسى نطمئن جماهير النادي الإسماعيلي بخير إن شاء الله قادم. والله بص يا كابتن كريم، أنا هي الأمور مش كويسة، مش كويسة، بس أنا متعشم خير في ربنا سبحانه وتعالى إن الأزمات نمسك أزمة أزمة كده ونخلصها على خير، لأن النادي الإسماعيلي لا يستحق هذا المكان وهذا المركز. يعني النادي الإسماعيلي محبوب من جميع الجنسيات العربية ومحبوب من كل الجماهير المصرية، أهلي زمالك اسكندرية بورسعيد كله. الإسماعيلي عامل مشترك مع الأهلي والزمالك في حب، يعني في قلب الجماهير يعني. صحيح. وأنا معلش أنا ماليش في السياسة والله، ما بعرفش حاجة في السياسة، بس أنا مستغرب برضو إزاي الدولة تسيب نادي زي نادي الإسماعيلي بالاهتمام أو بالمراقبة أو بأي حاجة. طيب كابتن صبري من ناحية تانية، أنت دلوقتي لما بنتكلم على رموز وأسماء كبيرة موجودة في النادي الإسماعيلي، وأكلمك بصراحة شديدة وأجيب لك من الموسم اللي فات، ما كان الكابتن حمزة الجمل وهو واحد من أبناء النادي الإسماعيلي، واحد من أبنائه الرائعين جدا، موجود على رأس الجهاز الفني وأنقذ الزمالك الإسماعيلي من الموسم اللي هو قبل المنقضي دوت، وبعد كده تم إعفائه من المهمة وجي في آخر المهمة عشان يعمل اللي عمله المهمة اللي فاتت. ما برضه الإسماعيلي مع كامل الاحترام يا كابتن صبري، أنا بكلم على أبناء النادي الإسماعيلي قبل ما نكبر الموضوع، أبناء النادي الإسماعيلي نفسهم يعني بيديروا الإسماعيلي بشكل سليم ولا لا؟ هو ده السؤال ده الأهم يا كابتن صبري لو تسمح. يعني هو مش أبناء الإسماعيلي يا كابتن كريم، هي المشكلة في الإدارات. الإدارات هي يعني منبع المشاكل أو منبع النجاح. يعني أنا في اعتقادي الشخصي يعني رقم واحد في المنظومة بتاع أي نادي الإدارة. تمام؟ وأنت معلش الإدارات اتفضل يا كابتن. الإدارات السابقة الرموز مالهاش دعوة يا كابتن كريم. يعني كابتن علي أبو كليشة رمز من رموز النادي. يعني هو ما بيشتغلش في النادي. ملوش يعني علاقة غير في الأزمات. كابتن أسامة خليل مثلا بعيد عن النادي خالص. فبيدخل برضه في وقت الازمات يعني. كل الرموز اللي حضرتك بتتكلم عليهم هم ما لهمش ذنب في اللي بيحصل. طب كابتن صبري بعد اذنك، احنا دلوقتي بنسمع برضه عن كلام اصل الكابتن ايهاب جلال قعد، اصل الكابتن واسم كبير الكابتن ايهاب جلال في التدريب في مصر واحد من الاسماء المحترمه جدا، وانه هو اللي هيتولى تدريب النادي الاسماعيلي، وتحس انه نفس السيناريو بتاع الموسم الماضي، برضه الكابتن حمزه انهى الموسم بشكل جيد وكابتن حمزه يمشي من الاسماعيلي، هل كابتن حمزه الجمل مش مكمل مع الفريق والاسماعيلي فعلا بصدد التعاقد مع مدير فني، ولو هيتعاقد مع مدير فني جديد هل ده التصرف السليم من وجهه نظرك؟ هو كان الكابتن حمزه الجمل وكابتن ايهاب موجودين لحتى يعني خمس ايام اربع ايام موجودين الاثنين، وهم الاثنين من ابناء النادي، واي حد فيهم ما يمسك هيدخل على المسؤوليه دي هيتحمل الكثير، ولازم يجهز نفسه نفسيا ان في ازمات ولازم تتحل كويس، ولازم يبقى في شجاعه، ولازم يبقى في مجهود مضاعف عشان خاطر نادي الاسماعيلي. احنا مش ممكن ابدا يعني النادي هيكون زي الاربع سنين اللي فاتوا، مش ممكن باي شكل من الاشكال. بس لما تيجي تمسك الموقف يا كابتن كريم، النادي الاسماعيلي مديون بربع مليار جنيه. ربع مليار دي ما حصلتش ابدا في تاريخ اي نادي. الرقم ده هيجبر النادي الاسماعيلي انه يبيع لاعبين زي باهي المحمدي، عبد الرحمن مجدي، سيرجي عاكي شفنا النهارده خلاص انتقل للبنك الاهلي، نجوم الفريق هيرحلوا عن النادي الاسماعيلي. هو طبعا في عروض بتيجي على لبعض النجوم، يعني زي عبد الرحمن مجدي، هو في احد الانديه العربيه طلب عبد الرحمن مجدي اعاره سنه. تمام. يعني حتى النهارده بس في خلافات بسيطه على الموقف المالي بالنسبه للصفقه دي. يعني ده نادي اهلي طرابلس تقريبا يا كابتن صبري، انا ما اعرفش والله، بس في نادي عربي تقريبا. المهم
اتفضل اتفضل يا كابتن. المهم طبعا يعني انا اتمنى ان الصفقه دي تمشي، يعني عبد الرحمن، عبد الرحمن مجدي مش عشان الفلوس للنادي فقط، عبد الرحمن مجدي عايز يعمل ريفريشنج لنفسيته، يعني عايز يخرج يرجع تاني لعيب تاني كويس جدا يديك احلى ما عنده يعني. فانا بصراحه وسمعنا كمان يا كابتن صبري ان باين محمدي عنده الزمالك وبيراميدز، هل الكلام ده سليم؟ عروض من الزمالك وبيراميدز؟ لا انا ما جاليش حاجه خالص بالنسبه للباهر يعني. بالنسبه للباهر ما فيش حاجه. لكن عبد الرحمن انا قعدت في الموقف والنهارده كنا قاعدين وبنتكلم وبنشوف الموقف ايه. فبس هي في يعني عدم اتفاق حتى على الموقف المالي بس بتاع الصفقه دي. صحيح. لكن بكره الظهر جاي ناس من النادي ده وان شاء الله تخلص على طول ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن صبري المنياوي عضو اللجنه الفنيه بالنادي الاسماعيلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.